الحاج مختار، الحاج عمار، الحاج حبيب، الحاج احمد، الحاج عبد الله، الحاج مصطفى، الحاج يعني بقى هذاك الاسم اسم تشريف ان هذا الانسان راه مشى زار هذاك المقام. وهذا الركن هذا من اركان الحج، هذا من اركان الاسلام اللي هو الحج، عنده واحد المقاصد ديالو، عنده واحد الشيء كنجيبوه منه، لان كل ركن من اركان الاسلام الا وكناخذوا منه شي حاجه، الزكاه والصدقه كناخذوا من هذاك الجانب ديال الرأفه والتراحم والشفقه على بعضياتنا، الصبر كناخذوا منها التقرب الى الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، في السجود ديالو تيكون قريب. الصيام تنتعلموا منه خوف الله، تنتعلموا منه الصبر، يعني الانسان كيجوع كيصبر وفي البيت ديالو بوحدو وسد عليه، كاين الاكل وكاين الشراب كل شيء موجود وما تياكلش وما تيشربش. علاش؟ تيقول لك انا صايم، كيعرف بان الله كيشوف فيه، كيتعلم الانسان من الصيام مراقبه الله. هذا الركن ديال الحج شنو كنتعلموا منه؟ كنتعلموا اسمى مقاصد ديال الدين اللي هو القصد في الله سبحانه وتعالى: واتم الحج والعمره لله، واتم الحج والعمره لله. كيتعلم الانسان انه يقصد الله سبحانه وتعالى، يكون في الدين ديالو، في الاعمال ديالو، في المسائل ديالته كامله تيكون قصد الله. علاش درتي صله الرحيم؟ علاش انت جاي دابا الان؟ علاش؟ باش يقول لك اسماعيل راك جيتي عندي؟ لا، جاي لله، دير محبه، دير اخوه لله. علاش انت عطيتي لهذا؟ عطيت لله. علاش انت مشيت دير صله الرحيم؟ صله الرحيم وصى عليها الله، درتها لله. علاش انت صليتي الفجر؟ صليت لله. يعني الحج هاد المشقه ديالته وهاد المسائل كنتعلموها لله. راه كان بكري هاد الهدي، الهدي اللي كندبحو تما، هذيك الذبيحه اللي كنقدمو كندبحو تما، راه كانوا الناس كيديوها معاهم من الدور ديالهم، من القبيل ديالهم. الا بغا يذبح حولي كيديه معاهم المغرب، هو غادي به كيعلبو كيوكلو كيشربو وغادي به لله. الا غادي بناقة تيوكلها وتيشربها وما يركبش عليها، تيديها. علاش؟ لانه مقدمها لله. اذا هذا الركن هذا ديال الحج، ملي كنصرفوا الاموال وكنلقاو المشقه اللي كنهضروا عليها دابا، كنلقاو الشمس والمركوب والضيق والناس كتحرك وكل شيء، هذا الشيء كل شيء، هذه المشقه هذه كامله علاش؟ لله. علاش؟ لان الله سبحانه وتعالى في القران امرنا باش الحياه ديالنا والصلاه ديالنا والنسوك ديالنا يكون كله لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. كيفاش غيكون لله؟ واش غاتجو غيكون لله؟ راه هذا الركن ديال الحج كنتعلموا منه هذيك لله، من تما كنتعلموا لله. اذا حنا كنتعلموا من الصلاه القرب من الله، وكنتعلموا من الصيام الصبر، وكنتعلموا مراقبه الله، فهذا الركن ديال الحج المقصد ديالو هو اننا كنتعلموا يكون كل شيء لله. ما كنبقاش انا نشوف فلان ولا علان ولا باش يمدحوني الناس ولا باش يشكروني الناس ولا باش يقولوا فلان دار ولا فلان عطى ولا فلان كذا، لا. الركن ديال الحج كنمشي وكنتعلموا منه انه كل شيء لله. قاصدين اش قاصدين؟ علاش انت غادي الحج؟ خاصك 20 مليون ولا 10 مليون ومخلي ولادك ومخلي مالك ووقتك وانت غادي تما، علاش؟ باش تجيب السميه؟ لا، غادي يكون عملك خالصا لوجه الله. كنطلب الله سبحانه وتعالى لا يحرم شي واحد، رغم المشقه، وخا تنقولوا كاين مشقه كاين الحراره كاين، كان موصل صرارة فيه الشوك ولكن راه حلو، الزواج فيه المشاكل ولكن راه مزيان، حتى الحج راه فيه المشقه ولكن راه فيه مغفره الذنوب، باش يمشي الانسان ويرجع كيوم ولدته امه، راه ماشي سهل. واش حنا ما ذنبناش؟ راه حنا مشينا عامرين بالذنوب، كنطلبوا الله يقبلنا في وسط العباد، كندخلوا في وسط هذوك العباد، كيتمثل لنا في يوم ديال المحشر انك في عرفه لابس البيض وعريان واقف في المحشر، غيتمثل لك غدا يوم القيامه ملي غتوقف، باش غتخلص؟
انت ظلمتي هذا وكلتي هذا وديتي لهذا باش غتخلص. اذا هذه المسائل هذه كلها كندخلوها في روسنا ملي كنمشيو للحج. كنتعلموا واحد المجموعه كنشوفوا الناس كطوف من جميع دول العالم وكل شيء كيعرض الله. كتسمع واحد كيهضر واحد الهضره ما كتعرفهاش، مره كتهضر واحد الهضره ما كت... الالسن مختلفه، الالوان مختلفه، الطول مختلف، العرض مختلف، كل شيء مختلف، وكل شيء كيذكر الله، كل شيء كيطلب الله. كتلفت كتلقى هذا كيبكي، كتلفت كتلقى هذا كيبكي. اذا الحج كنشوف فيه واحد المجموعه ديال الامور كتهمنا في حياتنا، كتهمنا في ديننا، وكتنفعنا في الاخره ديالنا. لذلك اللي عنده باش يمشي، اللي عنده باش يمشي، لان تما كيمشي الانسان كيشحن القلب ديالو، كيعمر القلب ديالو بالايمان. كتزور الرسول صلى الله عليه وسلم، تما نزل القران، تما نزل، كتزور النبي، كتقول قريب النبي، السلام عليك يا رسول الله، حداك انت متشوق ليه هنا وهذا. وملي كتمشي تما كيولي حداك، كتصلي في المسجد ديالو، كتصلي في الروضه ديالو، كتنور، كتشحن القلب ديالو. ثم انك كتمشي عاوتاني تنتقل للمشاعر ديال الطواف ديال السعي. هنا كانت مولا هاجر، هنا مقام سيدنا ابراهيم، هنا كان الرسول، هنا تزاد، يلا هنا يلا. كتلقى كلشي الناس المقصد ديالها واحد، شنو؟ بغى يغفر لي الله الذنوب. الحاج الله يقبل، شوف الله يغفر الذنوب. الحاج الله يقبل، الله يغفر الذنوب. كلنا كاملين، الله يغفر الذنوب ديالنا جميعا. إذا الحج يمشي ليه الإنسان صحيح. عاد قلت أنا كنحط الناس اللي باقي صحيح واللي عنده باش يتحرك يمشي يحج ما حدو صحيح، واللي عنده با عيان ما يصيفطوش بوحدو، واللي عنده مو عيانه ما يصيفطهاش بوحدها، يديها يساندها وغادي يكون حج جوج حجات، والدار الرضا الاكبر باش تكون امك حدا قبر الرسول، ولا باك يقول لك الله يرضى عليك، وتكون في الحرم ديال الله وتقول لك الله يرضى عليك، صافي راه جبتي الطامبو تما ديال الله. يجعلنا واياكم من الراكعين والساجدين في الروضه الشريفه وفي مقام سيدنا ابراهيم، ومن الطائفين ان شاء الله، ومن الواقفين في عرفه. اللي يحرم شي مسلم الملك ديالنا الله ينصره، الله يعافيه، الله يشافيه، الله يداويه، الله يجعله تاجا فوق رؤوسنا، ضامنا لاستقرارنا، وضامنا لوحدتنا، صاهرا على امننا. الله يجعل فيه البركه اينما حل وارتحل. الله سبحانه وتعالى، الله يحفظه لينا. الله يرحم محمد الخامس، الله يرحم الحسن الثاني، الله يجازيهم عنا بخير. الله سبحانه وتعالى، البلد ديالنا بلد المغرب الله يجعله بلد سالم امين ومطمئن. الله سبحانه وتعالى يبدل لنا العسر باليسر، الله يبدل لنا العسر باليسر. اللهم ارزقنا واحد السنه ان شاء الله فيها الشتاء وفيها الماء وفيها الخيرات وفيها البركات. اللهم صل على سيدنا محمد العبد ورسوله. Amen.